أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأولمبياد. يواجه المنتخب المغربي الأولمبي في هذه الأثناء المنتخب الأمريكي برسم ربع نهائي أولمبياد باريس، ودخل مدرب المنتخب المغربي طارق أسكيتي المواجهة بتشكيلة تالية: مدلل محمدي في حراسة المرمى، وفي الدفاع العميد أشرف حكيمي، مهدي بوكامير، أسامة العزوزي، وزكريا الوحدي، في وسط الميدان أسامة ترغالين، بلال الخنوس، أمير ريتشاردسون، وفي الهجوم إلياس خماش، سفيان رحيمي، وعبد الصمد الزلزولي. معي من الدار البيضاء عبد الحق سرحان صحفي رياضي. عبد الحق أهلا وشكرا على قبول الدعوة. مرحبا أستاذة سارة، شكرا على الدعوة، ومرحبا كذلك بالمشاهدين والمشاهدات. مرحبا. أولا قراءتك للتشكيلة، لا نشهد تغييرات كبيرة التي اعتمدها طارق أسكيتي في المباريات الماضية، أليس كذلك؟ أكيد الناخب الوطني طارق أسكيتي يدخل بالتشكيلة التي دخل بها أمام المنتخب العراقي. شيء مؤكد، كان منتظر أن المنتخب الوطني والناخب الوطني طارق أسكيتي سيلعب بنفس التشكيلة بعد الأداء المبهر والأداء الكبير أمام المنتخب العراق في الحراسة منير المحمدي الذي يقدم مستويات كبيرة لطالما أنقذ المرمى للمنتخب الوطني من العديد من الكرات من الدور الأول، يعني من أمام المنتخب الأرجنتين تألق وأبدع، وكذلك أمام منتخب أوكرانيا وأمام منتخب العراق الذي تألق بتصدي رائع جدا من المهاجم أو رأسية مهاجم فريق منتخب العراق. ممكن أن نقول أن مهدي بوكامير وكذلك أسامة العزوزي في المحور الدفاعي، زكريا الوحيدي، أشرف حكيمي، زكريا الوحيدي الذي يقدم مستويات كبيرة على مستوى الجهة اليسرى، أمير ريتشاردسون، بن الخنوس، أسامة ترغالين، على مستوى الهجومي إلياس أخوماش والزلزلي الذي تألق في المقابلة الأخيرة أمام منتخب العراق، وسفيان رحيمي الهداف، أصبح الهداف التاريخي للمنتخب الأولمبي من خلال مشاركاته للأولمبياد بعد أن تجاوز رقم الأسطورة الحية أحمد فارس. ممكن أن نقول أن المنتخب الوطني سيلعب بشكل هجومي، سيقوم وبالفعل سينتظر ردة الفعل، وبالتالي ممكن أن نقول أن المنتخب الأمريكي، منتخب أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية، ليس هو العراق وليس هو أوكرانيا وليس هو الأرجنتين، مدرسة مختلفة، يعتمد على مدرسة مختلفة، وسيما أنه يمتلك خط هجوم. إلى رجعنا أو إلى إذا عدنا إلى المباريات ديالو من خلال دور المجموعات نجد أنه سجل 7 أهداف، هذا يؤكد أن هناك يعني أهداف كثيرة لديه مهاجمين، وهنا الحديث عن كيفن باريديس المعول عليه لقيادة خط هجوم منتخب أمريكا، لاعب فولسبورغ، وكذلك غريفن يو اللاعب في ستيلو البلجيكي، تايلور بوت وباكستن أرونسون لاعبي أوتريخت يلعبوا في أوتريخت الهولندي، عندهم لاعبين يعني باستثناء لاعبين يلعبون يعني في الدوري الأمريكي، هناك لاعبين آخرين يلعبون في الدوريات الأوروبية، في الدوري الهولندي، في الدوري الألماني، والحديث هنا عن خوان غوميز اللاعب أنتريخت براونشبايخ، وكذلك ممكن أن نقول أنه يلعب هناك لاعبين آخرين يلعبون في الدوري الإنجليزي. على المنتخب الوطني أن يكون هناك أن تكون هناك الحيطة والحذر، وسيما أننا يعني في محور الدفاع نعاني، يعني دائما هناك سوء التغطية على مستوى التغطية الدفاعية. نتمنى المنتخب الوطني أن يكون في نهاره كما نقول، وأن يلعب ند لند، أن يكون مستعدا للمباراة بصفة عامة، أن يكون مساعدا بصفة عامة. عندنا آليات، عندنا الأدوات، عندنا لاعبين في مستوى التطلعات وسيما على الخط الهجومي، ولكن على مستوى المحور الدفاعي بوكامير وكذلك العزيزي الذي يلعب في هذا المركز هو غريب عنه بحكم أنه مع بولونيا الإيطالي وكذلك مع المنتخب الوطني الأول يلعب على مستوى الارتكاز. نتمنى المنتخب الوطني أن يكون في نهاره وأن يسجل فوزا من أجل التأهل للنصف النهائي، ومن ثم البحث على توقعاتك للمباراة. أتوقع أن المنتخب المغربي سيفوز، لأن المنتخب الأمريكي استقبل شباكه في دور المجموعات 4 أهداف، هناك يعني هناك ضعف على مستوى الدفاع المنتخب الأمريكي لطالما اعتمد على الكرات المرتدة، ولكن حذاري من الهجمات السريعة، صحيح، من الهجمات المعاكسة، وسيما إن المهاجم كيفن باريديس لاعب فولسبورغ الألماني. نتمنى حد موفق اكيد للمنتخب الوطني، ونفتح صفحه حصيله المغرب عبد الحق في الاولمبياد مع بدايه ام الالعاب اليوم ودخولها غمار المنافسه، والبدايه مع تاهل انس الساعي لنصف النهائي صباح اليوم الجمعه في سباق ال 1500 متر بعد احتلاله المركز الرابع. عبد الحق، بدايه جيده
بالنسبة لك، ما الذي يمكن أن تقدمه ألعاب القوى في هذه النسخة؟ ننتظر الكثير من سفيان البقالي، فاطمة الكردادي كأسماء مرشحة للمنافسة على الميداليات. هل برأيك يمكن أن تحقق أسماء أخرى كأنس الساعي المفاجأة مثلا؟ الرياضة المغربية لطالما تألقت في ألعاب القوى والملاكمة، يعني بعد يعني خروج العديد من الرياضيين، يعني بعد الخروج الغير أو الحضور غير موفق لعدة رياضات، ولكن نتمنى أن يكون العودة للرياضة الوطنية، وسيما الحديث عن البقالي، من أجل حفظ وجه الرياضة المغربية في ألعاب القوى المعول عليه، من أجل تكرار إنجاز الذي حققه في يعني أولمبياد طوكيو في يعني في يعني 3000 متر موانع بالنسبه للبقالي، ولا بد ان نشيد بالاداء الذي قدمه أنس الساعي الذي تاهل للنصف النهائي او النصف النهائي ل 1500 متر بعد ان حل رابعا في المجموعه الاولى. نتمنى له كل التوفيق والعوده للوجه دون نسيان على مستوى الملاكمه. خديجة المرضي إن شاء الله يوم الأحد المقبل إن شاء الله. خديجة المرضي يعني الأمل الوحيد في رياضة الملاكمة، من أجل تحقيق المبتغى وضمان على الأقل، يعني بعد لديها نزال قوي جدا، ولكن نتمنى أن تتأهل للنصف النهائي وبالتالي ضمان البرونزية على الأقل، ولما لا الوصول للفضية، ولما لا الوصول للذهبية. ولكن نتمنى على العموم أن البقالي وكذلك أن الساعي، وخصوصا أن 1500 حتى متر فاطمة الجردادي يعني حتى لطيفة الجردادي والعديد من الأبطال، نتمنى العودة القوية بالنسبة للرياضة المغربية بعد الخروج الصاغر لعدة رياضيين من خلال المنافسة، من خلال أولمبياد أولمبياد باريس. الكل يعول على إمكانيات البقالي، لأنه يجب أن تكون هناك ميداليات، يجب الفوز بالميداليات. نعم البقالي لديه يعني الأمور لن تكون سهلة بحكم أنه عاد من الإصابة، ولكن نتمنى من البقالي أن يلبي النداء الحسن وأن يكون في المستوى التطلعات لضمان. نعم عبد الحق، في أقل من دقيقة، طبعا خلال لائحة المنتخب المغربي في هذه المشاركة هناك مجموعة من الأبطال الشباب تنقصهم ربما الخبرة في هذه المنافسة. بالنسبة لك، إلى أي مدى عامل الخبرة يؤثر في النتائج النهائية بالنسبة لحدث من هذا النوع يجمل أفضل الرياضيين في العالم؟ لابد أن نتحدث أن الرياضة أصبحت الآن صناعة، لأننا يجب أن نصنع أبطال، لأن لا مجال هناك للصدفة. لكن عامل الخبرة عامل مهم أظن. أعتقد أن العامل الخبرة أكيد، يعني في المشاركة الأولى عليك أن تصل لأدوار متقدمة وأن تفكر في البوديوم في المونديال الآخر، ولكن نرى أن العديد من الرياضيين يخرجون من الأدوار الأولى، وهذا غير طبيعي بالنسبة للرياضيين. ونتمنى أن يكون هناك اجتهاد كبير جدا، لأن يجب على الكل عبد الحق سرحان كنت معي من الدار البيضاء، شكرا جزيلا. أكيد نتمنى حد موفق للمنتخب الوطني الذي يواجه الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأثناء. نهاية نشرة الأولمبياد، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.